السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة. عندي الدارة ديال الطلامط، ها هي تمضوا باللسان، تشوفوا هي الميطة على هذا الشكل رائع. العبار اللي فيها 10 المخاديل 90 وربعة لي كالتو على هذا الشكل وعشرة مترو بقارولو، كل واحد يفصلها على حسب العبار اللي عنده. الثمن اللي طالبة فيها 1100. نمرة التليفون 06-41-23-01-47. ندينا قلعة سراغنة ورا الإرسال لجميع المدن، ومرحبا بالجميع. السلام عليكم أختي، كاين عندي هاد الريدو هذا، هانتوما كيف ما كتشوفوا باقي زوين، هانتوما أنا خليته بالحديدة ديالو وحطيته باش يبان ليكم. هانتوما أختي راه كله مجموع، فيه تكامش، كاينة فيه 4 متر، هانتوما الثوب ديالو راه غزال، راه ما مقطع ما مشرك ما والو. هانتوما ختي فيه التحتاني ديالو، ها هو هو فيه هاد البريو هدا كيبان ليكم. هانتوما المهم اللي عندها تا 5 متر راه كيتحل، راه جاي سامبل كما كتشوفوا، اللي بغاتو مرحبا، 200 درهم. عند اختي كله باقي زوين، ها هو هذا قري بارد مفتوح بزاف، كاع اللي جاي الابيض قري مفتوح. هانتوما راه كله باقي زوين، راه سلت تحت كاع كله زوين كيف ما كيبان لكم. هنا راه هذاك ديالو راه ما مقطع ما والو، راه باقي كله نقي. هانتوما سلت تحت اختي. المهم اختي هذا 200 درهم و 4 متر، ولكن هانتوما كتشوفوا التكامش اللي فيه، هانتوما هي جامعه انا، ها هو يعني الا تحل راه يعطي حتى 5 متر. هادشي اللي كاين، 200 درهم الثمن ديالو. ونمره التليفون 07-02-63-41. بسم الله، السلام عليكم. عندي هاد الطاس ديال النحاس الاولانيين مستعمل صحيح وثقيل، ماشي خفيف من هادوك الخفاف، صحيح وثقيل ماشي من هادوك الخفاف. تنقولها ونعاودها، كنطلب فيه 450 درهم. شوفوا النقش اللي فيه، نقش بلدي وزان، وهادو حتى هما هادو، هذا متوسط وهذا تقريبا صغر من الصغير، ها هما حتى هما نقش بلدي فيهم. هادو مانشستر باردون، هادو لا مارك رويال، انا كنزومي هانتوما غيبان لكم التاج، هيا مانشستر رويال مانشستر. الناس اللي كيعرفوا مانشستر هاد غنيه عن التعريف، ها هي حتى هي لا مارك رويال، حتى هي مانشستر، راه الثمن ديالهم معروف. هادو كنطلب فيهم 150 درهم للواحد. اللي بغاهم الف مرحبا، رقم الهاتف ديالي 07-14-43-33-74 كازا، وشكرا. البرارد ما نحتاجش نقول لكم راهم ثقال وصحاح، ما نحتاجش ثقال حتى هما وصحاح. بسم الله، السلام عليكم، برك عواشركم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو يا ربي. عندي اختي هنا دابا هذا الفوق ايتيمات، ها هو اختي راه كنت حطيت واحد البارح وتباع، عيطوا لي الناس بزاف بغاو. المهم ها هو اختي جبت واحد اخر، بالحق هذا راه كبير 60 يترو، البارح هذاك 40 يترو اللي عيطوا لي عليه الناس، هذا 60 يترو راه كبير اختي.
كبير 60 متر راهي الكارطونه ديالو. المهم اختي ها هو خدام امارش اتيمات تركيا، هذا العامر ماشي الخاوي، عامر بالصوفره تبارك الله، كيكونوا كيطيبوا مزيان، كيطيبوا كلشي. المهم اختي ها هو فيه الارقام، باقي زعما ما محيين ما حتى شي حاجه، ها هي فيه البوله، فيه الفرفاره، كلشي خدام اختي امارش. ها شتي سمعي الصوت ديال الفرفاره، ها البوله شاعله، ها الشكه، ها اللاطه، راه كلشي اختي مزيان. انت اختي راه مازال في حاله جيده، اللي بغاتو ديك الساعه راه تجي ان شاء الله حتى تشوفو. المهم اختي الثمن غنقول لك ثمن جد مناسب اختي، 650 درهم. راه هذاك البارح ديال 40 متر بعتو ب 600 درهم، راه حيت ديال 40 متر ديال دابا في مرجان 21000 ريال، ديال 40 هذا راه ديال 60، راه كبير اختي. وديال البارح راه ما كانت فيه لا بولا لا فرفاره، هذا راه اختي راه توت اوبسيون. المهم اختي اللي بغاه مرحبا، ها رقم التليفون 0677092088، 0677092088 كازا درب سلطان، واللي بغاه اختي مرحبا به. السلام عليكم اختي. السلام عليكم اختي، نتمنى تكوني بخير وعلى خير. هانتي عندها هاد لاباري هادي اللي كتحيد القمل، ها هي انا غنخدمها، ها هي خدامة كي كتشوفي. اللي بغاتها مرحبا، ها هي راه باقا تقريبا باقا جديدة، هي نقية ما فيها حتى شي حاجة. اللي بغاتها مرحبا، نمر التليفون 0687، قاعد ولا مشطرها شي، سامحوا ليا، نمر التليفون 0679 29 86 74. انا في مدينه كازا بالضبط في الحي المحمدي، واللي بغاتها مرحبا. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا بصحه جيده في احسن الاحوال على بركه الله. اليوم جبت لكم المطروز الاماراتي، شي حاجه اللي غزاله وهمويه كما كتشوفوا. كنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الزواقه اللي فيه. بالنسبه للزواقه شي حاجه اللي غزاله، شي حاجه اللي كاليتي زوينه يعني مداومه بالصبين. بالنسبه لهذا الباك هذا اللي هو المطروز الاماراتي، كنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الخدمه ديالو شحال نقيه، يعني مخدومه بالمجدول، يعني خدمه نقيه، خدمه ديال المجدول سير كومون، داخل فيه السم، شي حاجه اللي غزاله وهمويه كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا المطروز الاماراتي في 10 الخديات على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا، مخدوم بالمجدول، يعني شي حاجه اللي غزاله وكتجي في التفريشه راقيه، وفيه ربعات المدام. بالنسبه للمدام حتى هو ما كنقرب لكم الصوره باش تشوفوا المدام ديالو كيفاش دايرين. حليت لكم مضمه باش تشوفوا الوريده اللي فيها، يعني مخدومه بالايد، مخدومه بالايد، وشي حاجه اللي كاليتي زوينه وصبن ورد. هذا الباك هذا فيه ربعات المدام على هذا الشكل هذا، وفيه 10 الخديات ديال 90 على هذا الشكل هذا. سمحوا لي بالنسبه للتصوير ما عطيتش حقه، يعني الزجاجه مخدش عليا التصوير ما عطيتش حقه. في 10 الخدات ديال 90 على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وفيه ربعات المدام، وفيه ربعات المدام، وفيه 13 متر في التلميطه. بالنسبه للتلميطه، بالنسبه للتلميطه رولو كتفصلوها نتوما على العبار اللي عندكم، يعني التلميطه كاليتي زوينه من النوعيه الممتازه، شي حاجه اللي صبن ورد ومداومه في الصبين. كنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الخدادي ديالهم كيفاش دايرين، يعني خداده الخدادي شي حاجه اللي بالنسبه للمجدول سير كوموند، وشي حاجه اللي كاليتي زوينه ومداومه في الصبين، يعني خدمه نقيه. اللي بغى شي حاجه مرحبا به الف مرحبا. مطروز اماراتي الثمن ديالو 2500 درهم، 2500 درهم. اللي مهتم يتصل بالرقم ديالي، غنخلي لكم الرقم ديالي، واللي مهتم يتصل بيا غنوريكم. بالنسبه للباج، الباج ملكي حتى هو تبارك الله ما شاء الله هائل، كيجي في تفريشه روعه، كيجي غزال حتى هو، فيه ربعات المدام، وفيه 10 الخدادي كبار ديال 90، وفيه 13 متر في التلميطار ولو، يعني تفصلوها على العبار ديالكم. حتى هو باج ملكي تبارك الله ما شاء الله، حتى هو روعه، مخدوم حتى هو بدوب لسان كما كتشوفوا. كنوريكم الكالون، شي حاجه اللي مداومه في الصبين، وشي حاجه اللي غزاله وهمويه، يعني واللي بغات تحلق عليه بخديديات صغار ديال لي زاكسيسوار تدخل فيه الكرونه، يعني يجي تبارك الله ما شاء الله يجي غزال. وفيه ربعات المدام على هذا الشكل هذا، وفيه 10 الخديات ديال 90،
وفيه 13 متر في الميطارولو. كنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الطريزه اللي فيه، شي حاجه اللي غزاله وهمويه. ها هما الخدادي ديالهم، حتى هما كنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الخدادي ديالهم كيفاش دايرين. حتى هما بالنسبه للمجدول سير كومون الميطار 13 متر في الميطار، يعني الميطارولو كتفصلوها على العبار اللي عندكم. حتى هي في الباش فيها 13 متر. اللي بغى شي حاجه مرحبا به والف مرحبا. المطروز الاماراتي 2500 درهم. اللي بغى الباش ولا اللي بغى الكرونه، نخلي لكم الرقم ديالي، نخلي لكم الرقم ديالي، واللي مهتم يتصل بيا. السلام عليكم، كل شيء بخير وعلى خير، صحيحة مزيانة، انتم بخير؟ كيف بقيتوا مع هاد الخرعة؟ والله يرحم موتانا وشفي مرضانا، والحمد لله على ما عطانا الله كل شيء. هادشي اللي يقول الإنسان، الله يشافي مرضانا إن شاء الله. عندي هاد الطيموسات كيف كتشوفوا، ها هو واحد كبير واحد صغير، كبير ديال الحليب وصغير القهوة. هما بالبلون كاسي وفيهم واحد ديزاين بالدوري والكري فرونسي مزوقين. وعندي هاد الكغاف، هادشي كلشي جديد، فيها 6 الفيسان والغرف ديالها، يصلحوا لو جي ولا يصلحوا الماء، كلشي زعما ملتي سيرفيس. هانتوما كي كتشوفوا هاد لي كغاف، هو واحد كيهزي طبق فوالا ديال الحليب، والصغير كيهز نصيطر. هادو جداد فهمتيني، هادي ماركه زوينه، ماركه ديال المانيا، ماشي بحال هذيك اللي كتشوفوا دابا في السوق فهمتيني، كيقولوا لكم جوج راهم كيديروا 100 درهم. نو، هادو مارك ديال لالمان، مارك ان جيرماني فهمتيني. ها هما دو بجوج الكبير والصغير، غادي نزومي لكم عليهم مزيان. وهذا حتى هو ديال الحليب، هو باقي بالميته ديالهم. ها هو دا لومبالاج ديالهم، هانتي مكتوب عليهم طوب كاليتي، كيشدو السخونية فهمتيني. ها هما اللي بغاهم مرحبا، ما كاين تا مشكل، 180 درهم فهمتيني. وهاد الكغاف تا هي، هي فيها 6 د الكيسان بالحمر والكغاف ديالهم فوالا، تصلحتو فيها لو جي ولا الما ولا أي حاجة أسيرفيغ فوالا. نزومي لكم مزيانه، هادي 100 درهم اللي بغاها، ما كاين حتى مشكل. هانتوما نعاون نزومي لكم مزيان داكوغ. ها هي النمره اللي بغا فين يعيط ليا داكوغ. فوالا مره اخرى، فوالا. يلا شكرا لكم وشكرا للسيدة مولاة القناة. يلا تبقاو على خير، سلامة لالا. السلام عليكم اختي، لاباس؟ كي دايره؟ مع الصحه بخير. عافاك اختي، هذه بغات نبيعها ب 150 درهم، والرقم التليفون ديالها 0966033097، والثمن 150 درهم.